إصابة لأكثر من 56 بكرة تشارك في هذا الاندفاع المثير وبهذا الانطلاق الرائع. نتابع الصدارة والبداية وأرى الشايبة اللي انطلقت في هذا الاندفاع، ولكن من الجانب الآخر أرى التحديات من غزر لسالم بن راشد بن محمد النيادي من انطلقت نتابع الصدارة مشاهدينا متابعينا الكرام. نتابع شرف بشعر خميس بن محمد بن كراز المهيري من طلقت بالصدارة والمقدمة. نتابع المركز الثاني، أرى هني الشايبة لراشد بن حمد بن عامر العمري مع المركز الثاني وثالث. التحديات من الجانب الآخر، الشاهينية لعبد الله بن محمد بن سيف بن عيف العامري، بينما إذا انطلقنا مع المركز الرابع بأرى التقدم أيضا للغزير سالم بن حمد بن ركاض العامري، ومن الجانب الآخر مع المركز الخامس أرى هني في حمد بن محمد بن قناص العامري متابعا لانطلاقة في مع المركز الخامس. سادس التحديات، القدوم لمياس راشد بن محمد بن قران المنصوري، ومع المركز السابع مياس بشعر محمد بن صالح بن حمد القمرة. نتابع المركز الثامن والقدوم أيضا من لوزان لأحمد بن سعيد بن منانة من أعلن انطلاقة لوزان مع المركز الثامن. تاسع التحديات، نتابع جبارة لسالم بن سعيد بن ناصر بن حريك المنهالي، ومع المركز العاشر أرهن عون علي بن محمد بن خلفاء بن حضيرم الاكتبي من أعلن انطلاقة عون مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام، ندان الأول للعشر المراكز المتقدمة والمندفعة بناموس هذا الشوط، ولكن لنا عودة مع الصدارة مع البداية مع المقدمة. ما شاء الله تبارك الله، التحديات مثيرة وشرف على المقدمة، شرف على الصدارة، شرف من تنطلق بناموس هذا الشوط خميس بن محمد بن كراز المهيري من يتابع انطلاقة شرف، ولكن التحديات في هذه اللحظات ما شاء الله تبارك الله. نتابع المركز الثاني، نتابع المركز الثاني مشاهدينا متابعينا الكرام، وأرى التحديات لمياس لراشد بن محمد بن قران المنصوري، والقدوم من لوزان أحمد بن سعيد بن منانة. نتابع المركز الرابع والتسلل، في هذه اللحظات من انتصار لسعيد بن حمد بن عود العامري. الدور المركز الخامس والانطلاق المثير من الشايبة لراشد بن حمد بن عامر العمري من يتابع انطلاقة الشايبة. سادس التحديات، حربة لسالم بن سعيد بن كاسم المسافري، والقدوم من الجانب الآخر ما شاء الله تبارك الله. التحديات من انتصار للسلطان بن إبراهيم بن محمود المحمود، ولكن لنا عودة مع الصدارة مع البداية والمقدمة. ما شاء الله تبارك الله، مياسة على رأس الحربة انطلقت بالمقدمة، قادة المجموعة راشد بن محمد بن قران المنصوري من يتابع انطلاقة مياسة. لوزان قادمة بكل قوة، بشعار أحمد بن سعيد بن منانة مع المركز الثاني ومع المركز الثالث، انتصال لسعيد بن حمد بالعود العامري، ولكن مياسة مصرة إصرار الفوز والتحدي حتى هذه اللحظات. ما شاء الله تبارك الله، راشد بن محمد بن قران المنصوري من يتابع انطلاقة مياسة، أعصابه هادية حتى هذه اللحظات رغم الضغوطات، ولكن مياسة هي الأقرب. سلوك
الغروب سلام الغربية سلام. اسعدت صباحا يا آلي غياثي مع الأداء المثير اللي تقدمه مياسة. تهانينا لراشد بن محمد بن قران المنصوري ولحظات وصوله إلى خط النهاية. المركز الثاني لوزان أحمد بن سعيد بن منانة. المركز الثالث انتصار سعيد بن حمد بن عود العامري. المركز الرابع حشيمة محمد بن سعيد بن سالم بن غدير. والمركز الخامس تاتي شايبة لراشد بن محمد بن عامر العمري. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز في هذا الشوط، هذا الشوط اللي حمل التحدي والإثارة حتى اللحظات الأخيرة. ولكن لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات وصول مياسة إلى خط النهاية. تأتي بتوقيت زمني مقداره 5:59 و7 أجزاء من الثانية. تهانينا لمالك مياسة راشد بن محمد بن قران المنصوري على فوز مياسة بالمركز الأول، بينما اللي وصلت مع المركز الثاني لوزان 6:03 من الثانية. تهانينا لأحمد بن سعيد بن منانة بينما اللي وصلت مع المركز الثالث تأتي أيضا مع المركز الثالث. هذه لحظات وصول مشاهدينا متابعينا الكرام انتصار 6:02 بالوفائي والتمام. تهانينا لسعيد بن حمد بن العود العامري. تهانينا للجميع والناموس.